مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء والعطاء من ارضية عاصمة الملايين، عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، ضمن انطلاقة مهرجان البيت متوحد، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوط لا يقل أهمية، الثاني عشر من أشواط مقيض الدار. تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. نذهب إلى مقدمة الشوط لنتعرف مع هذا الشوط الذي خصص للقعدان الحجايق. مقدمة الشوط مباشرة برزان عبد الله بن سيب بن محمد الشامسي، من يقدم لنا برزان مع الصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني المنطلق في هذه اللحظات واللي يتقدم في هذه اللحظات حفلان تعود الملكية، من يقدم لنا مشاهدينا الكرام منزح نايف بن فهيد بن مفتاح الشامسي، من يقدم هذا الاسم. نشوف اللي في المركز الثالث القادم راهي البادي بن راشد بن سالم النعيمي. المركز الرابع يتدخل مباشرة في هذه اللحظات ويتقدم هناك مشاهدينا الكرام مستقيم تعود الملكية لسالم بن سعيد بن منان الاكتبي. المركز الخامس القادم الواصل في هذه اللحظات من يتقدم مباشرة أرى اللي هو الواضح سلطان بن راشد بن كشيم الشامسي. المركز الخامس ينطلق في هذه اللحظات ويتسلل من مركز إلى مركز، هناك ياتي الشبابي أو مستقيم سالم بن سعيد بن منانة، والقادم الواصل مفنود سعيد بن سالم باللوتية العامري، يتقدم باللوتية ويقدم هذا الاسم. وصل سكر سعد بن مبارك، من يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام محمد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، يتقدم مباشرة إلى المركز السادس. سعارك يا بن قران، سابع المراكز اللي في المركز السابع القادم هملول سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. هكذا النتيجة، هكذا التجمع من القعدان، نخبة من السبق اللي صايل، ولكن القادم الواصل حذاري من باكتش سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي، من يتقدم مع باكتش يتقدم من مركز إلى مركز. حذاري من أبو سليمان مع المركز السادس في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى هملول. هملول 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 مع مقدمة الشوط هملول سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، أهل مصانع الجنوب. بو سعيد حضر في مهرجان البيت متوحد مع الألف والمئتين متر، وهو مع مقدمة الشوط الكادر العلوي، يبي يسلم على هاللوقن، يبي يسلم على هالحمران مع المقدمة والصدارة. سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي بدأ يقدم هذه النوعية ويقدم لنا هملول، ولكن القادم الواصل في هذه اللحظات ينطلق مدلل حمد بن سهيل بن خيرات، وصل مع مدلل وأول إذاعة المدلل، والقادم أحلى لازم سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي، من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. ولكن أشوف شيء هناك اللي هو مصوب مصوب مصوب، أول إذاعة المصوب محمد بالصغير بن حميد الدرعي مع المركز الرابع، ولكن هملول هملول ما يهزه ريح، ما سلم المهمة، ما سلم الصدارة، ما سلم القيادة. هملول المنهالي، هملول بن حريك، أضرب بلالي وروحي يا أبو سعيد، قدم العروض للجمهور، قدم العروض للمتابعين. هملول على الصدارة، الأسامي قادمة، نشوف اللي قادم، اللي واصل مخلاب سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي، ولكن بن حريك أطلق العنان. بو سعيد غادر الجميع، متع الجمهور بهذا الحضور. يوسلوب جناد جناد، يجند الراس جناد 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 جناد، هو مع العناد جنود وهملول هملول وجناد. اللحظات الأخيرة هملول هملول يقول أنا موجود. بو سعيد ما سلم، بو سعيد بن حريك سلام سلام مصانع الجنوب، سلام بو سعيد سلام على هذا الإبداع، على هذا الفوز والانتصار، سلام الوقن، سلام حمران، سلام بن حريك سلام. أشكرك يا مالك هملول من قدم هذا العرض المميز، قدم لنا سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الثاني جناد تعود الملكية عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي. المركز الثالث ثالث المراكز أتى في ثالث المراكز مخلاب سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي. المركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام
مع المركز الرابع من وصل اللي هو الناصي أو الشاصي، الشاصي بالفعل، مطر بناع بن سالم الشاوي الغفلي. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام، هناك اللي هو مصوب محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي. هكذا النتيجة، نذهب إلى التوقيت الزمني وإلى هملول، وأثناء وصوله معلن الفوز والناموس سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، قطع المسافة في زمن وقدره، مهدي أهالي لوقن، أهالي حمران، مصانع الجنوب بالفعل. التوقيت الزمني 4:33 وفاء وتماما. راعي الفاتنة يسعد مساك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جنات، تعود الملكية عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي. المركز الثاني 4:33 سبعة من الأجزاء، تهانينا وناموس. المركز الثالث، ثالث المراكز من وصل مع المركز الثالث، مخلاب سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي 4:00. التوقيت الزمني 36 ثانية، أربعة من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة. المركز الرابع، رابع المراكز من وصل مع المركز الرابع، هناك الشامي، الشامي تعود الملكية، مطر بناع بن سالم الشاوي الغفلي. التوقيت الزمني 4:37 وفاء وفاء بالتمام. المركز الخامس، هناك مصوب محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، قطع المسافة في زمن وقدر 4:37 وسبعا من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس.